ما حكم القراءة في ماء زمزم للتشفي به، وما حكم الاغتسال به في دورة المياه؟ لا بأس بالاستشفاء بماء زمزم لأنه ماء مبارك، وإذا قرأ فيه هذا زيادة خير، ويجوز الاغتسال به والوضوء به، إلا أن بعض العلماء كرهوا الاستنجاء به أو صبه في دورة المياه لأنه ماء يعني مبارك ولا يصب في الأماكن النجسة والأماكن القذرة، كره بعض العلماء ذلك. نعم.